وهذه الانتقادات المتصلة بالصنعة في علوم الحديث، أي بمسائل تقنية يعرفها أهل الاختصاص. يعني بعبارة واضحة جدا، كم حديثا دار حولها النقاش في صحيح البخاري؟ نحن نتحدث عن 7000 ونيف من الأحاديث وبضع مئات من الأحاديث، ولذلك ينتقد البخاري وينتقد مالك في هذه اللفظة. فالبخاري إذن فقيه وله فقه، وفقهه مستنبط ويعني ذكره في تراجمه. لذلك أبدأ الإمام البخاري من عجائب الفقه والاستنباط في كتابه ما حير الباب العلماء بعده. لقد تلقت الأمة صحيح البخاري بالقبول، وأثنى عليه كل من راجعه من أئمة الحفاظ، إلا أن أحاديث يسيرة جداً انتقدها عليه بعض الحفاظ كالدارقطني، وعددها 110 أحاديث كما قال الحافظ ابن حجر. وكان الخلاف على هذه الأحاديث والانتقاد الذي وجه لها تقنياً بحتاً لا يفهمه سوى أهل الاختصاص، ونسبة هذه الأحاديث قليلة جداً مقارنة بما جمعه البخاري. وهذه الانتقادات لا تحط من قدر صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى بإجماع الأمة. أهم الانتقادات التي وردت على صحيح البخاري من حيث الصنعة الحديثية وردت عن الإمام الدارقطني، وأيضاً وردنا عن الغساني وأبي مسعود الدمشقي. وهذه الانتقادات المتصلة بالصنعة في علوم الحديث، أي بمسائل تقنية يعرفها أهل الاختصاص، يمكن أن نفهمها بعدة سياقات. بعضها في رواة روى لهم البخاري ولكن انتقدهم غيره، بمعنى هم رواة عند البخاري في مرتبة الثقة ولكنهم عند غيره لا يصلوا إلى تلك المرتبة، فما الداعي للرواية عنهم؟ عندنا عدة أسباب في هذا الأمر. الأول، الآخرون الذين قالوا بأن هؤلاء الرواة هم في مرتبة دون الثقة هم أطلقوا عليهم حكماً نقدياً. البخاري وهو متخصص في هذا الشأن ربما يرى حكماً نقدياً آخر، فيرى بأنهم وصلوا إلى مرتبة الثقة. فالآن نحن لا نتكلم عن صحيح وخطأ في هذا العلم، نتكلم عن وجهات نظر في مسائل نسبية تقبل الخلاف. مسألة إنه هل هذا يعني أن كتاب البخاري معصوم يعني، ولا أنه كتاب البخاري لا يتطرق إليه الخطأ؟ هذا غير صحيح، كل عمل بشري فيه احتمال الخطأ قائم، وإنما معنى هذا الكلام أن كتاب البخاري كانت احتمالات الخطأ فيه في حدها الأدنى. يعني بعبارة واضحة جدا، كم حديثا دار حولها النقاش في صحيح البخاري؟ نحن نتحدث عن 7000 ونيف من الأحاديث وبضع مئات من الأحاديث. عندما تكون الإحصائيات أن كل من تقد على صحيح البخاري أو اختلف فيه بين أهل الصنعة عبر التاريخ، في إحصاء ابن حجر 110 من الأحاديث، وفي إحصاء غيره دون 194 حديثا، وفي إحصاء آخرين أقصى إحصاء وقعت عيني عليه أنه في 200 حديث، في 100 حديث في صحيح البخاري وقع حولها شيء من الخلاف. إذن عندما تكون احتمالات الخطأ بحدها الأقصى 200 من الأحاديث، ونحن نتحدث عن زيادة عن 7000 حديث، وهذه الأحاديث 200 في الغالب البخاري والمحق فيها والحق له على منتقديه، ومن ثم فإن احتمالات الخطأ عند البخاري هي أقل من هذا العدد بكثير. الإمام الدارقطني في حديث من الأحاديث رواه الإمام البخاري عن الإمام مالك عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. الآن هذا الحديث رواه الإمام مالك وأخرجه عن الإمام مالك الإمام البخاري. الأساس لا إشكال في هذا الحديث، الإسناد نظيف، فيه كبار العلماء، لا إشكال فيه. الإمام الدارقطني جاء وانتقد لفظا واحدا في هذا الحديث وهو كلمة قباء، قال إن الصحيح كلمة العوالي وليست كلمة قباء. ما دليله؟ إذا نظرنا إلى شجرة الإسناد في هذا الحديث نجد
أن الذي يروي هذا الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل، وعنه من أهم الرواة هو الزهري، وعن الزهري عدد كبير من الرواة. الإمام مالك يرويه بلفظ قباء، ولكن شعيب وصالح والليث وعمر بن الحارث وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد وإبراهيم ويحيى بن سعيد الأنصاري كلهم يروون هذا الحديث بلفظ العوالي. ما الذي قاله الزهري بالضبط؟ هل قال كلمة العوالي أو قباء؟ واضح أن الإمام الدارقطني يريد أن يدقق تدقيقا زائدا ليقول يا إمام مالك يا إمام بخاري قال الزهري كلمة العوالي ولم يقل إلى قباء، ولذلك ينتقد البخاري وينتقد مالك في هذه اللفظة. طيب إذا علمنا أن قباء جزء من العوالي أساسا، قباء منطقة في المدينة جزء من العوالي، إذن الخلاف صار بسيطا جدا، فلماذا يتتبع الدارقطني هذا الخلاف؟ كأنه يقول أنا أريد أن أثبت المنهجية التاريخية في كل لفظ نبوي جاءنا. ماذا قال بالضبط أنس رضي الله عنه؟ ماذا قال عنه الزهري؟ طبعا الإمام مالك ابن المدينة مدني، فهو يعرف أن قباء جزء من العوالي، فكأنه رواه بالمعنى الإمام مالك. لم يكن الإمام البخاري إماما في الحديث فقط، بل كان إماما في الفقه ومن أهل الاجتهاد فيه، كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان رضي الله عنه يستنبط الأحكام من الأدلة على طريقة فقهاء المحدثين النابهين، وقد اطلع على فقه أبي حنيفة والشافعي ومالك، فجمع طرق الاجتهاد إحاطة واطلاعا، وهذا كتابه شاهد صدق على ذلك، فقد ضمن فيه الكثير من الاستنباطات الفقهية والتعليقات البارعة في التبويب والتراجم، ويتبع الدليل دون التزام مذهب من المذاهب. كتاب البخاري هل هو كتاب فقه أو كتاب حديث؟ طبعا لا شك أن كتاب البخاري هو بالدرجة الأولى كتاب حديث، وليس إلا كتاب حديث، وهو كتاب حديث في الدرجة العالية جدا من كتب الحديث، كما هو معروف، كما قيل إنه يعني كما قلنا سابقا إنه متلقى بالقبول. لكن هو لا يخلو من الفقه، فيه فقه، وفيه فقه عميق أيضا، لا نقلل من شأن فقه البخاري، وهناك دراسات معاصرة حتى في رسائل الدكتوراه تبين يعني فقه البخاري من خلال تراجمه. ما معنى التراجم؟ يعني عناوين الأبواب، العناوين التي كان يضعها البخاري فوق الأحاديث، باب كذا وكذا ثم يذكر الحديث، هذا تبيننا كيف يستنبط البخاري الحكم من الحديث. فالبخاري إذن فقيه وله فقه، وفقهه مستنبط، ويعني ذكره في تراجمه. ولكن هل هذه التراجم تعطينا، تشكل لنا صورة متكاملة عن هذه المسألة الفقهية، عن هذا الباب الفقهي؟ قطعا لا. يعني لو أخذنا كتابا من كتب صحيح البخاري ككتاب الصلاة مثلا أو كتاب الصيام، أي كتاب، لو أنا قرأت كتاب الصلاة من أوله إلى آخره في صحيح البخاري، هل سأخرج بفكرة متكاملة عن الصلاة؟ يعني مواقيت الصلاة، شروطها، أركانها، واجباتها، سننها، مبطلات الصلاة، السهو في الصلاة، كل تفاصيل الصلاة؟ أكيد لا، لن أخرج بصورة متكاملة عن الصلاة كما أجدها في كتب الفقهاء. فمن أراد أن يأخذ الصلاة كفقه فليأخذها من كتب المذاهب الأربعة، من كتب مذهب من المذاهب الأربعة. لكن من أراد أن يعرف طريقة البخاري في الاستدلال، منهج البخاري، اختيارات البخاري، آراء البخاري في آراء في مسائل الصلاة، نعم، فليذهب إلى كتاب البخاري، فهو كتاب حديث وليس كتاب فقه، ولكن فيه فقه. هناك فرق بين أن نقول هو كتاب فقه أو كتاب فيه فقه. في مسألة إيراد الأحاديث وتصحيحها، فالبخاري محدث أولا وكتابه حديثي بامتياز، ولكن في مسألة العنونة، الترجمة، ترجمة أبواب هذه الأحاديث، هو هنا فقيه وكتابه يأخذ صبغة فقهية في هذه المسألة. فالبخاري يضع الحديث بناء على علوم الحديث وعلى علوم انتقاء الحديث الصحيح، ولكن يترجم له ويعنون له بما يراه فهما صحيحا من هذا الحديث. هنا يعتمد منهجية علم الحديث، هنا يعتمد المسالك الفقهية في فهم الأحاديث. إذن هو هنا مجتهد وهو هنا محدث. البخاري في تراجمه وعناوين الأحاديث التي يضعها هو فقيه وهو مجتهد،
فيضع أفكاره وفهمه للأحاديث في هذه الأبواب. فالأمة تعاملت مع أحاديثه على أنها صحيحة بامتياز، وأما فيما يتصل بفقهه تعاملت معه كسائر المجتهدين. الإمام البخاري لم يقتصر في كتابه على سرد الحديث، وإنما أراد أن يكون كتابه نافعاً للفقيه، لذلك أبدأ الإمام البخاري من عجائب الفقه والاستنباط في كتابه ما حير الباب العلماء بعده، لذلك هو في أصله كتاب حديث، لكنه أيضاً كتاب يستنبط منه الفقه ويستنبط من تبويب البخاري لأحاديثه والتراجم التي ذكر فيها ما يؤخذ من الحديث، يستنبط نظرية فقهية متكاملة. جمع البخاري رحمه الله بين الإمامة في الحديث والفقه، وقد اتبع في كتابه الصحيح طريقة التقطيع والتكرار، فكان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ويستدل به في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فهمه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه، لأن قصده من ذلك هو الاستنباط، وحينئذ فلا حرج في إعادة الحديث في كل موضوع يحتاج إليه. وقد أطبق العلماء من الفقهاء وغيرهم على مثل هذا، فيحتجون بالحديث الواحد في أبواب كثيرة مختلفة. الإمام البخاري كان فقيهاً، وحاول علماء المذاهب أن ينسبوا إلى مذاهبهم، فالحنفية بعض الحنفية نسبه إلى المذهب الحنفي. لماذا؟ لأن الإمام البخاري نشأ وهو صغير عند أبي حفص الكبير. أبو حفص الكبير كان هذا تلميذ محمد بن الحسن الشيباني، والبخاري يقول قرأت كتب وكيع وابن المبارك وعرفت كلام هؤلاء، يقصد أهل الرأي يعني مدرسة الكوفة. فالبخاري اطلع على فقه العراقيين وخصوصا فقه الحنفية من خلال أبي حفص الكبير ويعني بعض الشيوخ في بخارى، والبخارى كانت عموما ينتشر فيها المذهب الحنفي في عصر البخاري. بعض الشافعية ذكره في الشافعية، لماذا؟ لأن البخاري لما ذهب إلى بغداد درس على الكرابيسي والزعفراني وأبي ثور، وهؤلاء تلاميذ الشافعي العراقيين، ذكر البخاري في الحنابلة. لماذا؟ لأن البخاري درس على الإمام أحمد مباشرة وهكذا. في الحقيقة البخاري لم يكن متبعاً لمذهب من المذاهب بالمعنى الاتباع التام. لماذا؟ لأن البخاري كان فقيهاً له أهلية الاجتهاد، لم يكن مجتهداً مطلقاً بدرجة أبي حنيفة والشافعي ومالك مثلاً وأحمد، لم يكن بهذه الدرجة العالية، لكن كان مجتهداً، يعني كان عنده أهلية الاجتهاد، فكان يستعمل هذه الأهلية، فأحياناً يوافق الحنفية ويخالف الشافعية، أحياناً يوافق الشافعية ويخالف الحنفية وهكذا. وهذا ما يعني نجده في صحيحه الآن، أنه يوافق الحنفية تارة ويخالفهم أخرى، يوافق الشافعية ويخالفهم، يوافق المالكية ويخالفهم وهكذا، فله آراء واختيارات خاصة به. وهذه طريقة أهل الحديث في ذلك العصر عموما، أنهم كانوا لا يتبعون مذهبا اتباعا تاما، ولكن بشكل إجمالي عام هم أقرب إلى الشافعية، يعني في المنهج العام يتابعون الشافعي، أما في التفاصيل قد يخالفون الشافعي ويوافقون غيره في بعض المسائل. الإمام البخاري تميز عن كثير من مشايخه وعن كثير من أقرانه بأنه كان فقيه محدثا فقيها، ولذلك كيف استثمر الفقه؟ استثمر الفقه في أبوابه، فكان يقول باب كذا وكذا ويضع فيه فكره الفقهي في هذا الباب. من الأمثلة على ذلك، الإمام البخاري عنده روى في صحيحه قصة جمر جابر. حديث جمر جابر أن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة، وفي هذا السفر أبطأ به جمله، يعني كان جمله فيه نوع من التعب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر عن الجيش فاصطحبه ونكز الجمل، فكان الجمل قويا وبدأ يتحدثان حديثا طويلا في السفر في قصة طويلة مشهورة. الإمام البخاري روى هذا الحديث في 26 موضعا في كتابه، سنجده في كتاب الصلاة، سنجده في كتاب العمرة، في كتاب البيوع، في كتاب الوكالة، في كتاب الاستقراض، في كتاب المظالم، في كتاب الجهاد، في كتاب النكاح، في كتاب الهبة، سنجد هذا في كل مكان. الإمام البخاري يستنبط منه شيئا مختلفا، هنا قوة الإمام البخاري، أنه كان في كل مكان في نفس الحديث
يأخذ منه جزءا أو يروي الحديث كاملا ويستنبط منه فكرة معينة. لم يكن مقصود البخاري أن يسرد الأحاديث ويرويها مرفوعة إلى رسول الله فحسب، وإنما كان يريد أن يشير، أن يضع أيدينا على مدلولات هذه الأحاديث الفقهية، ومن ثم كان يريد من الحديث تحت عنوان الباب الجزء الذي يناسب عنوان الباب، موضع الشاهد كما نقول. ولذلك يتكرر الحديث لا من باب أن البخاري يريد تكرار روايته، وإنما من باب أن البخاري يشير إلى ما في الحديث من المعاني والفوائد الفقهية حسب عناوين الأبواب. كلما وجد داعيا إلى إيراد جزء من الحديث يريده تحت هذا العنوان، ويأتي عنوان آخر فيستدل بالحديث على العنوان الآخر وهكذا. أنت عندما تتعامل مع عالم التراجم بين قوسين عند الإمام البخاري من المنظور الفقهي، ستجد أن كل كلمة لها ميزانها. يعني مثلا عندما يترجم الإمام البخاري رحمه الله، هل على من لم يشهد الجمعة من النساء والصبيان غسل؟ وهنا تقف أمام أمرين. الأمر الأول أنه استخدم صيغة الاستفهام هل، والأمر الثاني أنه لم يستخدم لفظا من ألفاظ الحكم، يعني هل يجب ولا هل يستحب ولا هل يجوز، وإنما قال هل على، التي تشمل ذلك كله. ثم أورد في الباب أحاديث منها إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وفي هذا تصريح بالوجوب. لكن في حديث آخر أورده تحت ذات الباب إنه من أتى مسجد الجمعة فليغتسل. ومن ثم فعندنا عدة احتمالات فقهية. هل المقصود بالغسل ها هنا البالغون دون غير البالغين، لذلك قال النبي على المحتلم في الرواية الأولى، ولا المقصود هنا شرف اليوم ذاته فتكون المسألة عامة لكل المسلمين، ولا المقصود خاصة من أتى المسجد لقصد الصلاة من باب التطيب والتجمل لاجتماع المسلمين؟ هذه ثلاثة احتمالات. ولأن الأحاديث تحتمل كل هذه المعاني، فإن البخاري جاء بهذه الصيغة هل على، هل التي تفتح الباب أمام هذه الاحتمالات، وعلى التي لا تقطع بالوجوب. تمام. والذي يبدو من هذه الترجمة أن الإمام البخاري يرى استحباب الغسل لكل أحد يوم الجمعة. شيوخ الإمام البخاري منهم الإمام ابن معين من كبار علماء الحديث النقاد على الإطلاق، ولكنه لم يكن فقيها. مرة المحدث الفاصل الرامة هرمزي يروي هذه القصة، يدخل على ابن معين وهو يتذاكر الأحاديث مع مجموعة من أهل العلم من المحدثين، تدخل عليهم امرأة فتسألهم سؤالا فقهيا، فينظرون إلى بعضهم لا أحد يعرف الجواب. فمن بعيد جاء الإمام أبو ثور وهو فقيه، فقالوا له لها عليك بهذا، فسألته فأجابها مباشرة بالجواب واستدل له بحديث فقيه. فقالوا نعم هذا الحديث عندنا من رواية كذا ومن رواية كذا ومن رواية كذا، فبدأوا يذكرون الأسانيد وهي صنعتهم. فقالت له المرأة فأين كنتم إلى الآن؟ بدأ تدوين السنة النبوية منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وظل متواصلا ينقل اللاحق منهم عن السابق حتى عصر البخاري والأئمة الستة. فظهرت الصحائف العديدة التي جمعها بعض الصحابة، فجمعها ونسخها عنهم بعض التابعين، وازداد الاهتمام بالسنة النبوية وبروايتها وتدوينها في العهد الأموي. وخير مثال على ذلك هو تكليف الخليفة عمر بن عبد العزيز بعض الأئمة بجمع الأحاديث وتدوينها، وأخذ الاهتمام بالتدوين يزداد حتى بلغ ذروته في عصر البخاري والأئمة الستة من بعده، فأخرجوا لنا كنوزا عظيمة تحوي بين دفتيها ما يحتاجه المسلمون لمعرفة دينهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. يظن بعض الناس أن أحاديث البخاري لم تكن موجودة قبل البخاري، وأن أحاديث مسلم لم تكن موجودة قبل مسلم، ولذلك يعني تجد متنطعا يسأل وكأنه أتى بما لم تأتي به الأوائل، أين كانت السنة قبل البخاري ومسلم، وكيف كانت الأمة تقيم دينها وتقيم حياتها قبل أن يظهر البخاري ومسلم بعد أكثر من 200 سنة من زمان النبوة. وكأن هؤلاء يتوهمون أن 200 سنة هذه، السنوات 200 هذه، كانت خالية من الرواية وخالية من السنة النبوية. هذا غير صحيح. السنة النبوية لم تنقطع في حياة الأمة لحظة واحدة من ليل أو نهار، والبخاري إنما انتخب هذه الأحاديث من مرويات سابقيه
هذه الأحاديث كانت موجودة قبل البخاري ورواها قبله الأئمة. لما بدأت حركة تدوين الحديث، هذه الحركة لم تبدأ في القرن الثالث الهجري، هذه الحركة بدأت في أواخر المئة الهجرية الأولى، فكتب العلماء رحمهم الله تعالى الأحاديث التي يروونها، لكن كتب كل عالم ما لديه من الحديث دون أن يكون هناك ترتيب معين. ثم بعد ذلك بمضي الزمن ظهرت الحاجة إلى نوع من الترتيب والتصنيف، فبعض العلماء صنف الأحاديث على رواتها من الصحابة، يعني يفرد حديث كل صحابي على حدة، فهذا النوع من التصانيف يسمى المسانيد، واحده المسند، من أمثلته مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. هناك كتب، يعني أنواع كثيرة من كتب الحديث، من هذه الأنواع ما يسمى بالسنن، الصحاح، المسانيد، الموطئات والمصنفات. لو بدأنا بالموطأ والمصنف، الموطأ مثل موطأ الإمام مالك، مصنف ابن أبي شيبة، هذه الكتب تجمع الأحاديث الفقهية في مختلف الأبواب، صلاة، صيام، بيوع، كذا، ولكنها تمزج ما بين المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابة والتابعين، فالموطأ والمصنف يتميزان بهذه الشمولية. أما المسند، الكتاب الذي يسمى بالمسند كمسند أحمد، مسند الحميدي على سبيل المثال، المسند يعني يختص بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولا يخرجون فيه الموقوفات إلا نادرا لأهداف خاصة، لكن بالمنهج العام أنهم لا يخرجون الموقوف في الكتاب الذي يسمى المسند. نلاحظ أن كلا من المصنفات والمسانيد لا تقتصر على الصحيح فقط، يعني فيها الصحيح وفيها ما ليس بصحيح، يعني فيها الصحيح والحسن والضعيف، بل ربما يكون فيها الموضوع أحيانا. يقولون إن أقدم نسخة مخطوطة لصحيح البخاري تعود إلى القرن الرابع الهجري، أي بعد عشرات السنين من وفاته، فكيف نثق بكتاب منسوب لصاحبه ونحن لا نملك النسخة الأصلية منه؟ والحقيقة أن هذا التساؤل ينم عن سذاجة كبيرة، لأن صحيح البخاري روي بالتواتر، أي رواه جمع كثير جداً يعدون بالآلاف في جميع طبقات الإسناد إلى الإمام البخاري، يستحيل تواطؤهم على الكذب، وقد تناثرت الأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري في كل حدب وصوب، فنجد حالياً مئات الألوف من المجازين في صحيح البخاري من كل بقاع الدنيا، فأين فقدان الأصل؟ عندنا في علوم الحديث نحن نقول الأسانيد أنساب الكتب، كل كتاب له إسناد، فهو كنسب له، نستطيع أن نعرف فلان روى هذا الكتاب عن فلان، يعني بعد أن انتهى عصر الرواية صار عندنا عصر رواية الكتب، والعلماء يدققون في كل لفظ من هذه الألفاظ. هل فقط نستطيع أن نعتمد على نسخ الفيربري والكشميهني والأصيلي في التدقيق؟ علماء الحديث لا يفعلون كذلك، ينظرون في الكتب التي خدمت صحيح البخاري، هم يستثمرون كل كتاب خدم صحيح البخاري في فكرة ماذا قال البخاري بالضبط. يعني يأتي ابن حجر أحيانا إلى بعض الأحاديث فيجد اختلاف الرواة عن الإمام البخاري ماذا قال البخاري بالضبط، فيذهب إلى كتاب الإمام الحميدي الذي هو الجمع بين الصحيحين، هذا كتاب خدم صحيح البخاري، فينظر ماذا قال الحميدي، لأن هذه رواية أيضا. يذهب أحيانا إلى البيهقي في سننه الذي روى نفس الحديث وقال قد رواه البخاري قبلي بلفظ كذا، فيقارن. ظهر في هذا العصر بعض الناس يحاولون التشكيك في صحيح الإمام البخاري ويطلبون النسخة التي كتبها الإمام البخاري بيده، فنحن نقول لهؤلاء أعطونا الكتب التي ألفها أفلاطون بيده، وأعطونا الكتب التي ألفها أرسطو بيده، وإذا كانوا مسلمين لا يهمهم أفلاطون ولا أرسطو، نقول أعطونا النسخة التي كتبها عثمان بن عفان رضي الله عنه بيده. فشيء طبيعي خلال التاريخ أن الكتاب خاصة كان ينقل بخط اليد،
وكان الحفاظ على الكتب أمراً صعباً، وكانت هناك حروب، وكانت هناك فتن، وكانت هناك محن، شيء طبيعي أن لا تبقى الكتب مدة طويلة. فكثير من الكتب التي بين أيدينا نعتمد عليها، سواء كانت في العلوم الدينية أم في العلوم الأدبية أم في العلوم التجريبية أم في الطب أم في أي شيء من المعرفة الإنسانية، لا توجد كثير من أصول تلك المؤلفات بخطوط مؤلفيها ولا بخطوط تلاميذهم، وإنما حفظت عن طريق النسخ. تشاهدون في الحلقة القادمة. فمحمد بن يحيى الزهلي أخذ هذه القضية وشنع بها على البخاري. ما كان قد سمعه من محمد بن يحيى أرجعه إلى محمد بن يحيى. هذا الخصام الذي كان بينهما كان مفيدا لنا لنفهم تاريخنا. هناك تشوه واضح في تصور علاقة السلطة بالمحدثين في ذلك الوقت. هذا التشوه ناتج عن أننا نفكر بأثر السلطة على الناس في زماننا هذا.